اخ الله يعطيك العافيه ام صقر، الله يعطيك العافيه. بعدين مع صقر ومرته شكله متاخر. اويلي والله انقطع حيلي، لو اجت مرت صقر كان ساعدتنا شوي. مرحبا عمو. اهنين في جنتنا، اهنين. تاخرنا عليكم شوي، يلا مش مشكله، شو بدكم اساعدكم هلا؟ الله يسعدك يا جنتنا، الله يسعدك. لا والله ما في شيء، بس اذا حاب تساعد يعني حاب تحرش حالك شوي، بس دق هالمدفع.